خواتين حقوق کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اذا اخذنا في الاعتبار حقوق المرأة، الا يحق للمرأة ان تعيش حياتها وفقا لقيمها الحضارية؟ لماذا لا يمتد هذا الحق الى المسلمات؟ لماذا لا يمتد هذا الى المسلمات الهنديات؟ حالة جدل واسعة في الهند تمتد الى باكستان بعد منع ارتداء الفتيات المسلمات الحجاب في المدارس والجامعات بولاية كرناتاكا جنوب البلاد. قرار حظر ارتداء الحجاب أثار الاحتجاجات في أنحاء الولايات في ظل الشعور بتزايد المشاعر المعادية للمسلمين. وفيما ترى الولاية ضرورة إبعاد الدين عن التعليم، تتمسك الفتيات بالحجاب للتأكيد على هويتهن الدينية. محكمة في الولاية طلبت من الطالبات عدم ارتداء أي ملابس دينية حتى تصدر حكماً بشأن التماسات تسعى لإلغاء حظر حجاب المسلمات نهائياً. أثارت المواجهة غير المستقرة مخاوفاً بين الطلاب المسلمين الذين يقولون إنهم محرومون من حقوقهم الدينية في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية. السلطات ردت على الاحتجاجات بعدد من الاعتقالات.